هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا السلام عليكم ورحمة الله. زوف اللون مرحبا بكم في لايف اليوم 22 أبريل من سنة 2024، وموضوعنا الرئيسي يتعلق بالاجتماع اللي تم اليوم في تونس بدعوة من الرئيس قيس سعيد ولجماع رؤساء الدول الثلاث الجزائر تونس وليبيا. والموضوع الثاني يتعلق دائما بالجدال حول قميص نهضة أبركان المغربية، هذا بالإضافة إلى موضوع آخر باش نتكلموا فيه، هو موضوع جدا مهم، أنه الزلام القنصلية الجزائرية في باريس مشاو البارح باش يستفزوا الأحرار اللي خرجوا يردوا الشعارات ضد العصابة الحاكمة في الجزائر. عفواً ما نحبوش لصنات هذا، داخل ما نحبو لصنات هذا خبر كيف نحبو لشكر الأخر. وعلى قلنا القنصلية الجزائرية في باريس البارح تلقت شيء ما نقولش كلاب، من الكلب عنده قيمته، الكلب وفي، الكلب ما نجرؤوش باش نسيئوا إلى الكلاب، هذا ناس كاملين نحترموها احنا. دونك بعض العناصر الازلام تلقوهم، واحد الازلام نروكم بعد بالصوره والصوت، احد الازلام ضرب شرطي فرنسي لابس سيفيل لابس مدني غلط فيه وطير وجع السلطه شرب دوه على الطاوله ودرك يخلص، هذا دروك راح يخلص مليح مليح، شوف كاش العصابة راهي تتكركر الآن. ونتكلموا ثاني على هذه العصابة اللي تحولت إلى أضحوكة، وإلى هذا نصر الجن اللي جن جنون هو ما نذكره، وخاصة إنه شاب اللي تبون طول معه باش يسينيلو هذاك المرسوم الرئاسي باش يعينوا مدير الأمن الداخلي، ما صحتوش ولا يطلق في ناس مسخين مسخين باش يجيو يمسوا الناس النظاف، ولكن حتى يكون الأولى ما يقدرش يمسخ ويأثر فيه. نتكلموا على هذا الموضوع ثاني. ولا قبل ما ندخلوا لتفاصيل المواضيع تاعنا كالعادة، تحية لكل الإخوان والأخوات الأصدقاء والصديقات اللي راهم يتابعوا فينا على المباشر واللي يتابعونا بعد المسجلين. ونبدأ بخونا علي اللي يقول لي قلت قميص علي، ولكن هو في الابتدائي كان يقرأ قميص جحا، لا قميص عثمان ولا قميص علي ولا قميص جحا، وقميص عثمان هذا اللي كنا نقرأ عليه في من الأقسام الابتدائية على سنة الثالثة من الرابعة ابتدائي. دونك تحية ليك خونا عليلو، خونا العوبي مرزاق كذلك، عمر فيلالي، فلاك كريم، رضا بن المدينة، جو مارك، محمد دمران، حمدان، ديكوفير دي نتوالا تروا برانش، وي جو فوا سكو فولي دير. Alors, Numidi 1, Azur, les Algériens sont des Amazigh, pourquoi ils le nient? Non, personne ne peut le nier aujourd'hui. Khlas. Rahat avec le déni, la prêche.
السلام عليكم خونا جمال إدري ويحيوي عبد الرزاق، اللهم ارزق الشفاء العاجل لحكم الجزائرية ودي ماهمش مرار باش تدعي لهم بالشفاء، هادو عرايا فوايوات ما فيهم ما يدوا. انت نيتك طيبة خويا بصح هاد المرض عرايا عرايا ما فيهم ما يدوا. انا خونا بارول جيس مرحبا بك، تبون اراتي توجور كوتي دي كوس بيردو. يا ولدي تبون على بالو شو راه لا كوس بيردو، راهي لا كوس جيس، الراجل ديما في لي فاب ما يصحاش. عبد الصمد سيمو صافي مده ما شفتكش خويا العزيز، مرحبا. كان كنت من المداومين نشفع عليك. Anna Chaton, fidèle parmi les fidèles, comme toujours. Jamel Brahimi, bonjour. Oui, toujours fidèle, Anna Chaton. Bouchikh Mohamed, Abou Iyab, Ayoub, Maloum Abdel, Ali Loud, Ahmani Mabed, Mawalou. Ah, Ahmani, il y a des cas de recherche. Je connais Tani, Hervdouk, oui. Alors, John Mark, c'est quoi le but du sommet d'aujourd'hui? Entre là, j'ai utilisé. La Libye sur le Maroc, justement, on va en parler. Mirzaq Salah, Allah yisalmak khoya l'aziz, ou Hamid Tikfa, Mukhtar al-Maddi, ou kul ikhwani ram ma'ana, ou rakmullahi barak, fi dhaf 7 dqaiq, rana fi 2032, li rahum baynin, fa li rahum sumara, kima wahid yqulu raziq, habibna, wassalamu alayh, رزق علي باناني دونك نسلم عليه ونسلم على كل الاخوان اللي راهم يتابعونا على المباشر وعلى التسجيل يعني شفنا مسجلين. نبداو اللايف تاعنا بعد الجينجل بالحالة اللي راهي فيها الجزائر اليوم. الجزائر صبحت أضحوكة من جهة وصبحت تبكي من جهة أخرى، الجزائر تبكي وتضحك، مأساة كبيرة، شعبها يبكي وحكامها ولو مضحكة أمام العالم. C'est un peuple à plaindre et des dirigeants qui sont devenus la risée du monde. Voilà, voilà ce qui est devenu l'Algérie aujourd'hui. Alors, bad jingle, nous chauffons Jazer, les tbeki, ou Jazer, d'ahak ou l'ekhant el mouf l'm'dakhan, chauffons d'abad jingle.